إلى الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون، فإذا شهدته كانت الأكوان معك. أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون جل جلاله، فإذا شهدته، إذا شهدت المكون كانت الأكوان معك. معنى هذا الكلام أن كل من غاب عن فكره ولبه قيوم السماوات والأرض الذي بيده مقاليد هذا الكون والذي تقوم السماوات والأرض بأمره، الإنسان الذي يغيب عن فكره ولبه هذا الإله قيوم السماوات والأرض، لا بد أن يصبح أسيرا للمكونات. هذا معنى كلام ابن عطاء الله، لا بد أن يصبح أسيرا للمكونات، خاضعا كل الخضوع لما يرى من قوانينها وأنظمتها وحركاتها وشؤونها. وإذا استمر الأمر به على هذه الحالة فلسوف ربما يؤله المكونات، كما هو حال كثير من الناس اليوم، ويسميها الطبيعة، يؤلهها، يعيد إليها كل شيء، يقرر أنها هي التي تتحكم بناصية العالم. الطبيعة فعلت، الطبيعة تركت، الطبيعة تمردت، الطبيعة هذا تأليه. نعم، هذه الحالة نتيجة لماذا؟ نتيجة غياب المكون عن ذهن هذا الإنسان وعن لبه. غاب عن ذهنه وجود من يدير هذه المكونات ومن بيده مقاليدها، يعني بيده مقادتها. غاب عن ذهنه هذا المكون، إذن ما الذي يحل محله في الذهن؟ هذه المكونات، أي يصبح هذا الإنسان أسيرا لها، ذليلا لأنظمتها وحركاتها، لأنه يرى أن هذه المكونات هي التي تتصرف بنفسها، وأنها تشكل القضاء المبرم. ومن ثم كما قلت لكم، إذا استمر به الحال على هذا المنوال يرى في الطبيعة إلها، يرى في هذه المكونات إلها، كما هو شأن كثير من الناس اليوم عندما يتحدثون عن أعاصير يقولون إنها زمجرة الطبيعة، ويعني الطبيعة لا قبل لنا بها، إنها تمرد الطبيعة، زلازل، هي عبارة عن ثورة الطبيعة. إذن الطبيعة أصبحت في ذهن هؤلاء الناس إلها من دون الله عز وجل. هذا معنى الفقرة الأولى من كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: أنت مع الأكوان، يعني خاضع للأكوان، تابع للأكوان ما لم تشهد المكون. الفقرة الثانية: فإذا شهدته، إذا شهدت المكون كانت الأكوان معك. إذا تأملت وعلمت أن المكونات خاضع ذليل للخالق البارئ عز وجل الذي يقول
ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. والذي يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. عندما تستيقن هذا الكلام وتعلم أن هذه المكونات يديرها مكونها وأن نظامها إنما هو نظام أقامه الله سبحانه وتعالى كما يشاء، عندما تعلم ذلك تتعالى عن هذه المكونات وتتجه إلى المكون، لا تصبح تابعا لها، تعلق نفسك بالخالق، تعلق نفسك بالمنظم، بالمدبر، بمن بيده مقادة الكون. نعم، أنت في هذه الحالة لا تنظر إلى السفينة مهما كبرت ومهما عظمت، تنظر إلى ربانها، إلى من يقودها. أكيد لا تبالي بالسفينة، بل تعلق آمالك وتوصل نفسك بمن يقود هذه السفينة. سفينة عندئذ لا شيء تصبح أمام نظريك، عبارة عن مجموعة أجهزة، قطع من الأجهزة متراصة متراكبة، وهي تتحرك بتحريك ربانها. هذا باختصار معنى قوله فإذا شهدته شهدت الله، طبعا بعين بصيرتك لا بصرك، في هذه الدنيا لا يوجد، لا يمكن لأحد أن يرى الله. المراد بالشهود شهود العقل، شهود القلب. إذا شهدته كانت الأكوان معك. طيب إذا شهدته أنا أتحرر من سلطان الأكوان، لن أصبح أسيرا لها، تمام، لكن كيف تكون هي معي؟ فإذا شهدته كانت الأكوان معك، كيف تكون معي؟ هذه الجملة بعض الشراح فسروها بتفسير توقفت عنده في الحقيقة، قالوا من شهد الله عز وجل بعين بصيرته شهودا تاما وعرف أنه المسير والمدبر والمنظم لكل هذه المكونات وترسخ هذا اليقين في كيانه، فإن الله عز وجل يجعل هذه المكونات خادما له. هذا معنى قوله فإذا شهدته كانت الأكوان معك، فيما يذهب إليه بعض شراح هذه الحكمة، يعني أن الله سبحانه وتعالى يبدل نظام هذه المكونات من أجلك. نعم، فالسباع الضارية عندئذ يمنعها الله عز وجل من إيذائك، والعقارب والحيات وما إلى ذلك لا تدنو منك بأي أذى، وكل ما تريده يتم بخوارق خاصة من الله عز وجل لك. أي كل من شهد المكون بعين بصيرته وعلم أن المدبر هو الله وأن القائد هو الله وأن المنظم هو الله وترسخ هذا في كيانه، فإن الله يجعل من المكونات خادما له، يعني يبدل أنظمة هذا الكون من أجل هذا الإنسان الذي رأى الله بعين بصيرته. يعني دائما يكرمه الله بالخوارق، بالمعجزات التي أيد الله بها رسله وأنبياءه. إن وقع في النار لا يحترق، إن تجرع سما لا يضره ولا يؤذيه، إن يعني أصيب بأي مكروه لا يمكن لهذا المكروه أن يؤثر فيه. هذا الشرح
تأملت فيه أيها الإخوة وجدته بعيدا عن قواعد الشرع، بعيدا عن كلام الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قرر في أكثر من مكان في القرآن أن أنظمة الله في الكون لا تتبدل، فهل ينظرون إلا سنن الله من قبلهم؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فهل ينظرون إلا سنن الذين من قبلهم فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا؟ هذا الكلام مكرر. ما المراد بالسنة؟ قانون. يعني أنظمة الله عز وجل في هذه المكونات، تقلب الليل والنهار، نظام الشتاء ونظام الصيف، انقسام الزمن إلى سنوات والسنوات إلى أشهر والأشهر إلى ليالي وأيام، دوران الأرض، كل هذا النظام الكوني الذي نراه من حولنا اسمه سنن. والله يؤكد في أكثر من موضع أن سنن الله لا تتبدل. فإذا قلنا إن الذي شهد الله عز وجل بعين بصيرته ورأى أنه هو المدبر، ما من حركة من حركات الكون إلا وأمرها بيده وترسخ هذا في كيانه، إذا قلنا إذن الباري عز وجل يخضع المكونات لمصلحته، يعني معنى ذلك يبدل قانونه، يبدل قانونه. عندئذ النار لا تحرقه، السم لا يميته، الحيوانات الضارية لا تؤذيه. طيب هذا الأمر إذا استمر بهذا الشكل، معنى ذلك أن سنن الله تبدلت أم لا تبدلت؟ وهذا متناقض مع كلام الله عز وجل. هذا الذي أقول لا يعني أننا ننكر الخوارق، ننكر المعجزات، لا، المعجزات يجب الإيمان بها في حق الرسل والأنبياء، والخوارق أيضا ينبغي أن نؤمن بها في حق الأولياء. وأثبتا للأولياء الكرامة، ومن يخالف فانبذا كلامه، هذا كلام ثابت. لكن متى تكون الخارقة خارقة؟ إذا ظهرت كبارق في ليل ثم انتهى. يعني الخارقة تأتي في لحظة ثم إن الأمر يعود إلى شأنه، يعود نظام الباري سبحانه وتعالى، يعود النظام إلى نهجه السابق. هكذا تكون الخارقة. يعني الرجل من الأولياء ممكن قالوا إن سيدنا خالد رضي الله عنه احتس السم ولم يؤذه مرة واحدة، عادت السنة الربانية إلى ما كانت. نعم، سيدنا إبراهيم مرة واحدة أوقف الله عز وجل النار وسلبها وظيفة الإحراق، لا نقول طبيعة الإحراق بل وظيفة الإحراق، عندما أدخله نمرود في النار. طيب لكن بعد ذلك رجعت النار إلى طبيعتها أو رجعت إلى وظيفتها. إذن الخوارق لا تغير سنن الله عز وجل، هي كومضات، ومضة تظهر وتذهب، هذه هي الخوارق. بل المعجزات أيضا بهذا الشكل. الخوارق التي أكرم الله بها الرسل والأنبياء كثيرة جدا، لكن هذه الخارقة تحصل الآن وسرعان ما تعود سنن الله عز وجل إلى سابق ناجها. فإذا قلنا إن من تمتع بشهود الله عز وجل شهودا قلبيا تاما، فإن الله عز وجل يخضع المكونات لحاجاته لرغباته دائما،
معنى ذلك أن هذه المسألة إذن تناقضت مع كلام الله عز وجل، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. يعني لا تزول سنة الله لتحل محلها سنة أخرى، لا يزول هذا النظام الذي أقامه الله ليحل محله نظام آخر، هذا النظام الذي قضى به الله سبحانه وتعالى ولا يتبدل ولا يتغير. الخوارق كما قلت لكم، نعم، ومضة الليل مستمر، الومضة لا تحيل الليل نهارا، الليل مستمر، ومضة تأتي وتعود، هكذا تكون الخوارق وهكذا تكون المعجزات. ثم شيء آخر، إذا قلنا هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى يكرم أصحاب الشهود لفاعلية الله في الكون الذين غابوا عن الأكوان بشهودهم للمكون، إذا قلنا إن الله عز وجل يبدل نظامه وسننه الكونية من أجلهم، إذن هذه الحالة لا تسمى خارقة، لأنه لا تسمى الخارقة خارقة إلا إذا جاءت وذهبت، أما إذا استمر الأمر ما عاد اسمه خارق أبدا، ما عاد اسمه خارق. إذا استمر هذا الولي يمشي على البحر إمتى ما بده، بيمشي هيك على النهر مثل ما بنمشي على اليابسة، ما عاد اسمه خارقة، هذا صار نظام خاص ربي عز وجل أقامه لهذا الإنسان، وإذا هذا الإنسان إمتى ما بده بيلحش حاله في النار بشكل ولا تحرقه النار، إذن ما صارت خارقة. نعم، هذا شيء ثاني. والدليل الثالث على أن هذا الشرح غير دقيق أننا ننظر إلى الواقع فلا نجد ذلك في تاريخنا الأغر. كثير من الأولياء والصالحين والرسل والأنبياء، الواقع ما بدل الله سبحانه وتعالى أنظمته الكونية من أجلهم، أكرمهم بين الحين والآخر بخارقة، لكن ما بدل أنظمته الكونية من أجلهم. تفضل، هاي عبد الله بن المبارك، فضيل بن عياض، حسن البصري، أصحاب رسول الله المبشرون بالجنة، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاته. بقيت الأكوان تسير على السنن التي شاءها الله عز وجل لها، لم تتغير ولم تتبدل. إذن هذا الشرح لهذه الفقرة الثانية ليس دقيقا، فإذا شهدته كانت الأكوان معك. طيب إذن ما الشرح الدقيق؟ طبعا أقول بعض الشرح من الكل، أنا مع الفئة الثانية من الشرح. معنى فإذا شهدت الله كانت الأكوان معك، أي إذا رأيت الله بعين بصيرتك وعرفت أنه هو الفعال وأنه هو المدبر وأن الكون ليس إلا أجزاء وأشياء مسخرة لمشيئة الله وتدبير الله، فلسوف عندئذ يكون توكلك على من؟ على الله، واعتمادك عليه، ولا تبالي بالمكونات أبدا. والله عز وجل يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، أنا التجأت إليك يا رب، شوف دي بالمكونات اللي هي خادم بين إيديك، أنا برجع للمخدوم ما بتعلق بالخادم، أنا لا أقف لأستجدي الجندي، أستجدي من قائده. نعم، والباري عز وجل يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن الله عز وجل يكفيه همومه، يعطيه مطالبه،
يسعده ينجز له متطلباته بدون خوارق، بدون ما يبدل أنظمة الكون، بألطاف من الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قول ابن عطاء الله: فإذا شهدته كانت الأكوان معك. الباري عز وجل ألزم ذاته العلية بهذا الذي يقوله ابن عطاء الله، قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله، ولا يكون الإنسان متقيا التقوى التامة الصحيحة الكاملة إلا إذا غابت المكونات عن بصيرته وشهد في مكانها المكون. شهد المدبر، شهد القائد، نعم، عندئذ يكون متقيا لله عز وجل. والله يلزم ذاته العلية بهذا الذي يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني ينفذ له مطالبه، يعطيه رغائبه، يكرمه. هل هذا يعني أن الله يبطل سننه الكونية من أجله؟ هل هذا يعني أن الله يغير نظام الكون من أجله، يوقف الكون عن تسياره من أجل هذا الذي قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه؟ لا، تبقى أنظمة الأكوان على نهجها، وتبقى السنن على حالها، ولكن الله يدرك هذا الإنسان بألطاف خفية، يبعد عنه الأذى، يبعد عنه الضر، نعم، يسخر له الأسباب. ككثير من الناس من الصالحين تجد أنه مكرم بنعم يغدقها الله عز وجل عليه عن يمين وشمال دون أن تجد أي خارقة قد تحققت له. هذا معنى كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. لاحظوا في كتاب الله سبحانه وتعالى آيات كثيرة تجسد أو تؤكد المعنى الذي ينبهنا إليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. مثلا يقول الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. لاحظوا هذا الكلام العجيب: ومن يهاجر في سبيل الله. من هو هذا الذي يهاجر في سبيل الله؟ رجل يعيش في مجتمع من حوله تيارات لا ترضي الله، معاصي متنوعة، لا يستطيع أن يؤدي حقوق الله وهو في ذلك المجتمع، لكن له مصالح دنيوية في ذلك المجتمع، مثل اللي يكون موجودين في أوروبا مثلا، له مصالح، له حاجات، لكنه شهد الله ببصيرته، شهد أن الله هو الفعال، هو المعطي، هو المعافي، هو الشافي، هو المغني، هو الرزاق، هو كل شيء. وما الأكوان إلا جنود تحت سلطان الله وسلطته، أيقن هذا، وهو إذن مع المكون وليس مع الأكوان. ترك المجتمع لأنه مع المكون وليس أسيرا للأكوان كما قلنا. سهل عليه أنه يهاجر، هاجر في الله. ومن يهاجر في سبيل الله، هذا معنى الكلام. إذن هذا المقطع يصور لنا كيف يكون الإنسان مع المكون تائها غائبا عن الأكوان. ماذا ألزم الله ذاته العلي تجاهه؟ قال: يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. ومن يهاجر في سبيل الله إلى المكان الذي يستطيع أن ينفذ فيه أوامر الله، يجد في الأرض مراغما. مراغم إيش معنى مراغم؟ الرغام بمعنى التراب أيها الإخوة، الرغام بمعنى التراب،
أن يخضع الله له تراب الأرض، يجد في الأرض يرغم الأرض على أن تكون خادما له، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. كيف يعني؟ يعني بيعمل له خوارق؟ يعني بيمسك التراب يصير ذهب؟ لا لا أبدا، بيبقى تراب تراب وبيبقى كل شيء على حاله. لكن هذا الإنسان الذي ترك رغائبه وشهواته ودنياه متعلقا بالمكون وهو الله، الباري يؤالي على ذاته العلي أنه سيكرمه سيعطيه. ما في أكثر من الأسباب، السنن الكونية تبقى على حالها، كل شيء على هو ما هو عليه، ويكرمه الله بالغنى، يكرمه الله بالعطاء، يكرمه الله بالعافية. الشيء اللي كان عم يبحث عنه هنيك بيلاقي أضعافه. واضح؟ طيب راجب لكم صورتان لنفس الكلام الرباني. أصحاب رسول الله لماذا هاجروا من مكة؟ لأنهم شهدوا الله، شهدوا المكون، فتاهوا عن الأكوان، أرض بلاها، دار بالنائص، أسرة كافرة جاحدة، ما رضي أنه طيب ما عليش، أموال بساتين عقارات بالنائص ما عليش، لأنه يرون المكون، يرون من بيده المعين، يرون من بيده كل شيء. نعم طيب هاجروا، صدق عليهم قول الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. لما استقر بهم المقام في المدينة المنورة تركهم الله؟ أبدا. المدينة اللي كانت مرتع للأمراض والأوبئة نظفها الله وطهرها من الوباء، أكرمهم الله بأضعاف ما تركوه من عقار ودور وبساتين وحدائق وغيرها. ثم إن الله عز وجل أعاد لهم الوطن أيضا، إذن نفذ الله لهم قراره: يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. أليس كذلك؟ هل كان هذا عن طريق خوارق؟ لا. هل يعني بدل الله عز وجل لأصحاب رسول الله سنن الكون؟ صار الواحد وين ما راح ما يلاقي إلا الدنيا كلها عم تركع له، هنا الحيتان السباع الضارية ما عاد حدا عم يقرب عليه، مثل ما قلنا بيمسك الحجرة بيصير ذهب بيصير جوهرة. لا 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 أبدا، بقيت سنن الله كما كانت، وبقوا يتعاملون مع الأكوان أيضا، لكنهم يتعاملون مع الأكوان ونظمها وسننها وقوانينها، ولكنهم لا يجدون إلا من؟ إلا المكون وهو الله سبحانه وتعالى. إذن باري عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طيب لاحظوا الشرط والمشروط: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا باختصار معنى شهود المكون. شهود المكون هو هذا، العقيدة لا تتم إلا بهذا، أي شهدوا أن الله هو الفعال، والمكونات خدموا حشم تحت يد الله تحت سلطانه، فمن ثم عمل صالحا كما أمر الله، وهو لا يشاهد إلا الكون، لا إلا المكون، ولا يراقب إلا المكون. هنا أيضا يلزم ربنا عز وجل ذاته العلية بأن يحييه حياة طيبة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه. شوف اللام لام التأكيد، والنون اللي بعد منها نون التأكيد، يعني الفعل محاصر بين مؤكدين، اللام الأول والنون بالأخير، فلا نحيينه حياة طيبة. هل سبيل ذلك أن يغير الله له نظم الكون؟ لا، تبقى نظم الكون، لكن الله بألطاف خفية يلطف به فيكرمه، يغنيه، يسعفه، يرضيه، يعافيه، نعم
يبعد عنه أسباب الضر أسباب الأذى. إذن هذا هو معنى كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. فإذا شهدته أي المكون كانت الأكوان معك، كانت الأكوان أي كانت هي المسخرة من قبل الله لك، لن تجد في الأكوان ما يضرك لأن الله عز وجل معك ولأنك معه. مرة أخرى أقول، هل هذا يعني أننا لا نؤمن بالخوارق؟ لا، نحن نؤمن بالخوارق، ومن لم يؤمن بالخوارق إيمانا يعني إجماليا كفر، ومن لم يؤمن بالمعجزات أيضا كفر. نعم، فالله عز وجل يمكن الآن أن يحيي ميتا بصلاح رجل من عباده، ممكن 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 أن يعني نرى رجلا يسير في الهواء بمكرمة من الله عز وجل. كل الخوارق بتتخيلها ممكن ربي عز وجل يكرم فيها رجل من الصالحين، ومن قال لا 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 هذا مو ممكن فهو كافر. وبالمناسبة أقول لكم شيئا كثيرا ما أسأل عنه وناس يسألونني، أحدهم قال قبل سنة أو سنتين أنه شيخ أحمد الحارون رحمه الله دخل على رجل ميت فكلمه فاستيقظ وقام حيا. نعم، وقال هذا الكلام في مجلس، نعم أنا كنت موجود فيه، ويعني يتخذون من هذا يعني سبب لإنكار كبير علي والانتقاد. كيف أنا سمعت هذا الكلام ولم أنكره؟ ما الحقيقة في هذا؟ أولا، هل يمكن أن يحيي الله ميتا لرجل من الصالحين كالشيخ أحمد حارون أم لا؟ ممكن، ونحن نعلم أن الشيخ أحمد حارون رحمه الله كان رجلا من الصالحين وكان مظنة ولاية، إذن هذا ممكن. طيب، هذا شيء. إذا كان هنالك من سمع هذا النبأ ووثق به وصدقه فرواه في مجلس عام أو خاص، هل هنالك من حرج؟ يا أخي هو صدق هذا الخبر وقال أنا قالوا لي ونقلوا لي وفلان صادق عندي وكذا وأنا صدقت، له أن ينقل هذا. كلامه ليس معصية، كلامه عبارة عن عقيدة سليمة في حق رجل يرى أنه أكرمه الله بهذا، لكن هل نحن ملزمون بأن نصدقه؟ هذا لا، لأن هذه الخارقة لو وقعت لا يمكن إلا أن تروى تواترا، لا يمكن أن تروى بواسطة شخص ميت مات وغسل ثم أحياه الله ببركة رجل من الصالحين كلمه، مو واحد واثنين وعشرة ومية وميتين بيروا الحادثة، لا بيروها. طيب، في حين أنها لم تروى إلا أحدا، نحن أحاديث الأحاد اللي عن النبي عليه الصلاة والسلام تدخل تقف عند درجة الظن ولا ترقى إلى درجة القطع واليقين. نعم، وهذا الرجل الذي توفي، أنا كنت صغيرا وأنا كنت طالبا عند شيخ حسن حبنك رحمه الله، وذهبت معه ومع تلامذته لحضور جنازته، ودخلنا الدار التي كان يغسل فيها الشيخ المتوفى ولم أسمع بهذا الأمر أبدا بشكل من الأشكال. إذن قارنوا بين أمرين، هل نحن ملزمون بأن نصدق خارقة وقعت لرجل من الصالحين لكن لم تروى إلا آحاد، يعني أفراد الناس قل قل رواها؟ لا، أبدا لسنا ملزمين بأن نصدق. طيب، هل هذا يعني أننا لا نصدق بأن الله قادر على كل شيء؟ معاذ الله، والله إنني لأجزم يقينا بأن الله عز وجل قادر على أن يحيي ميتا الآن. نعم،
سواء ببركة رجل من الصالحين أو هكذا، هذا ممكن. طيب، هل رواية هذا الإنسان لهذه الحادثة اسم؟ لا. لو فرضنا أنا قيل لي هذا الأمر وأنا لسبب ما صدقت، لأن الذي روى لي رجل صادق بنظري ورواها عن رجل صادق وهكذا، أنا شخصيا صدقته، هل علي من حرج إن أخبرتكم أن هذا الخبر بلغني وأنني أصدقه؟ أبدا ما في حرج. لذلك غريب وعجيب بعض الناس الذين يظنون أن كلام هذا الإنسان الرجل صالح وطيب كأنه جريمة وقعت في ذلك المسجد، وكيف المشايخ اللي قاعدين ما حدا رد وما حدا أنكر؟ يعني كلامه ما هو منكر، كلام رجل يصدق حادثة، لكننا لم نصدق، نحن لم نصدق، لأن الخارقة التي يدبر الإنسان على تصديقها هي التي تروى، لا تنسوا، عن طريق التواتر. طيب، نكتفي عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا بشهوده، أن يجعلنا ممن يشهدونه حتى تكون الأكوان معنا، وأن لا يجعلنا ممن يغيب عن المكون حتى نكون أسيرين للأكوان. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد على ذلك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها وأتمها علينا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.